السلام عليكم. جاء في تقرير عن مجلة الشرق بيزنس هنا عن مصدر من صندوق النقد الدولي أنه فيه 3 اقتصادات عربية تنكمش بصفة كبيرة، خاصة هي السودان العراق. وكذلك جاء في هذا التقرير أنه مصر تحت المرتبة الأولى من حيث نسب النمو تاع الاقتصاد نتاعها. إذن مصر تأتي من المرتبة الأولى ب 4.2، وكذلك تأتي، وهذا هو اللي يهمنا، أن الجزائر تأتي في المرتبة الثانية بنسبة نمو تاع يعني ب 3.8% مع زيادة بالنسبة للسنة الماضية ب 1.2، وهذه هي نسب الزيادة بالنسبة للسنة الماضية. وإذا الجزائر تحت المرتبة الثانية في نسبة النمو بزيادة 1.2 مقارنة بنسبة النمو تاع السنة الماضية. إذا هذه تعتبر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي. إذا واللي كذلك الملاحظ هو أن دولة موروكو دائما في المؤخرة مع تراجع للنسبة نتاعها، تراجع مقارنة بالسنة الماضية 2.4. إذا دائما وأبدا موروكو تقع في ذيل الترتيب حتى من بين الدول العربية. والأمر المهم هو أن نسبة النمو المرتفعة والجيدة الجيدة للجزائر هي كذلك تأتي لتعزز تقارير أخرى في اللي شفناها البارحة في فيديو حول إنشاء وتأسيس شركات أو المؤسسات الناشئة في الجزائر، واللي كانت الجزائر الأولى عربيا وثانية إفريقيا وفي المرتبة 56 عالميا من حيث إنشاء الشركات الناشئة بمعدل 800 شركة أو مؤسسة ناشئة في الجزائر في سنة واحدة. 800 عدد هائل يدل على صحة ونمو الاقتصاد الجزائري اللي كثير من الناس ما يشوفوهاش بالطريقة هذه، لكن الخبراء الدوليين والخبراء تاع المنظمات الدولية تعطي تقارير جد إيجابية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، واللي يعبر عن قوة الاقتصاد الجزائري مقارنة بدول إفريقيا خاصة. ونزيد نعاود نأكد أمر مهم هو أنه المصدر كما نشوف هنا، المصدر هو صندوق النقد الدولي، والمراجعة هذه جاءت في يوليو 2023. إذا هذه هي المعطيات نتاع التقرير هذا. إذا هذا هو جديد اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.